اهلا بكم يا كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله في فيديو النهاردة هنتعرف عن كيفية تشغيل عدسة الريسيفر ايا كان نوعه دون الحاجة الى الواجهة او العدسات الخارجية للارقام، يعني هنستطيع ان احنا نشغلها مرة تانية حتى لو تلفت. لما بتعطل العدسة دي يا جماعة بيكون من الصعب جدا انك تلاقي عدسة متوافقة مع الريسيفر اللي عندك ده، اللي هو الريسيفر الميني ده. في الشرح ده هنستغنى كليا عن الواجهة الخاصة بالعدسة، هتحتاج بس القطعة موجودة بالداخل فقط لا غير. المشكلة والتي قد لا تبدو مشكلة هو ان الارقام او مش هتظهر على الشاشة زي الاول، دي المشكلة الوحيدة اللي ممكن تواجهك، ولكن ممكن نتغلب عليها بان حضرتك تتحكم فيها من خلال الريموت وهتشتغل بدون اي مشاكل معاك. في البداية صديقي لو اول مرة حضرتك تشوفني، فانا اسمي عبد الرؤوف عماد ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، فمن فضل حضرتك لايك وشير وكلم حد عنها لان محتوانا يستحق الدعم. حابب اقول لحضرتك ان القناه عليها اكتر من 1300 فيديو كلها موجوده علشان تقول لحضرتك معلومه ما، وكمان تابعنا على صفحه الفيسبوك وتابع قسم المنتدى في القناه بنقدم فيه معلومات قيمه جدا، وكلم حد عننا لان فعلا محتوانا بيستحق الدعم وبنتعب جدا عشان نقدم لحضرتك معلومه ما. كل ما عليك يا صديقي في فيديو اليوم هو انك هتفتح الغطاء الخاص بالعدسه سواء كان بسكينة أو قطر أو جفت أي شيء، هتجد من الداخل بوردة، والبوردة دي عليها أربع نقاط أو خمس نقاط زي ما حضرتك شايف كده. الخمس نقاط دول طبعا كل اللي بنقوله ده بينطبق على جميع أنواع العدسات، هتلاقي واحدة IR واحدة C واحدة D ونقطة اسمها G اللي هي دي الجراوند اللي هي GND أو الماينس، وهتلاقي واحدة اسمها LV. اللي هتحتاج بس من الاسلاك دي تلات اسلاك فقط. بالنسبة للسي والدي دول لا احنا مش محتاجينهم، دول خاصين باظهار الارقام. اللي حضرتك محتاجه هو الاي ار والجي والفي، دول التلات نقاط اللي هتكون محتاجهم في الموضوع بتاعك. هتلاقي كمان جوه في البوردة بتاعتها IC، الاي سي ده لما بيتلف او الكنترولر ده لما بيتلف فالعدسة مش بتشتغل زي ما كانت في السابق. كل اللي هتحتاجه انت هتبقى محتاج في جوه العدسة دي سنسور عامل شكله كده، وفي قدام عامل زي الكاميرا كده نوعا ما، وبيكون ليه تلات اطراف، موجب وده بيسموه VCC، والسالب ده GND، وفي الاوت ده الاشارة. والالوان بتاعتهم بيكون VCC ده لونه احمر، والجي ان دي ده الاسود، والاوت بيكون على اللون الابيض او الخارج. الطريقه دي بتعمل مع جميع انواع العدسات بالكاويه، هتلحم الاسلاك في الاطراف ديت وبعد كده بتعيدها الى العلبه الخاصه بالعدسه او تتركها. بالنسبه للونين الاخضر والازرق دول هتلغيهم من عند حضرتك. الريسيفر طبعا بيكون كده تمام، هو بيكون متوصل بالعدسة بتاعتنا، هنكون موصلين العدسة بالريموت، هتقدر تتحكم في القنوات وبالتالي مش هتشتري عدسة جديدة. هيبقى هيكون عندك الكابل ده هتوصله الثلاث اطراف بتوعه بس، الاحمر بالVCC والاسود بالGND والابيض هتوصله بالاوت، وتركب العدسة دي بالكابل جوه البادي بتاع الجهاز ده او العدسة، وبعد كده تبدأ تتحكم فيه من خلاله، تقدر تتحكم من خلاله في القنوات بالريموت. بس القصة كلها ان مش هيبقى ظاهر معاك هنا ايه الجزء المسؤول عن كتابة الارقام. لحد هنا ارجو ان افدت حضرتك بمعلومة ما، لو حضرتك استفدت لايك وشير، والأول مرة حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة. اشوفك على خير، كان معاك كالعادة عبد الرؤوف عماد من قناة عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.